قعدنا مع التجار وغرف التجارة وغرف التجارة المختلفة، قالوا لنا في متأخرات للموردين، يعني في بضاعة خرجت والموردين اللي جابوا لنا البضاعة يعني المفروض ياخدوا فلوسهم النهاردة علشان يقدروا بعد كده يدونا برضو نفس التسهيلات الائتمانية اللي احنا بناخدها، اللي هي بتمكننا ان احنا ندخل البضاعة وندفع الثمن البضاعة نفسها بعد 3 و6 شهور كمان. احنا بالفعل برضو حطينا خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا التنفيذ بالفعل، والنهاردة بنخرج بقدر الامكان حتى المتأخرات بيتم سدادها، وفي تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل علشان نضمن الحركة دي كلها تتحرك. طبعا احنا بنتكلم على فترة كانت متراكمة مش هتخلص في يوم وليلة، ولكن النهاردة بقت في خطة واضحة جدا بنتحرك عليها، وان شاء الله يعني كل هدفنا ان في خلال الاسابيع القليلة جدا القادمة نبدأ خلاص نخرج من هذه الازمة اللي كانت موجودة. انا عايز اقول لحضراتكم في نفس الوقت اللي خرجنا بضاعة بمليار و236 مليون دخلت بضاعة اخرى جديدة المواني، ودي حركة هتفضل مستمرة، لكن الاهم ان خلاص عجلة الدورة نفسها رجعت تاني كما كانت، لان ده شيء مهم جدا.